السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مستمرين ببرنامجنا المميز صندوق شهاب، برنامج المحبة والسعادة. وكل عام وأنتم بألف ألف خير. وأيضا العيد ما زال ضيف علينا، وأهلا وسهلا بالعيد، وأهلا وسهلا بكم برنامجنا المميز صندوق شهاب. مثل ما تشوفون اليوم حلقة جديدة وحلقة مميزة، حلقة العيد. أيامكم سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير. هسا احنا طبعا منتظرين زيوني يجي حتى نقدم البرنامج. زيوني وين راح؟ صحيح تذكرت زيوني دزيته. ها اسم الله حبيبي. ها بابا كلش تعبت بابا. صدق والله انت غير على كيفك بابا. الطفل قلت له علي روح ودي لاهله. اي انا افطر بيه واهلي يدوهم يفطرون وياني. اسم الله حبيبي بالاخير. شلون ما اعرف شلون لقيناه. انا مو قلت لك على كيف تروح تاخذ الطفل وتدور بيه لاهله؟ مو صحيح اهله يدورون واحنا ندور ما ندري. غلط، هذا غلط يا حبيبي. ما يصير هيجي، يعني تبقون بحلقة، أنت تفتر منا وهم يفترون منا، أنت تدور عليهم منا وهم يدورون على منهم منا، وهذا وين نبقى للصبح أنا واحد يدور على الثاني؟ تعال. أولاً. أولاً. تعلم. أي بابا. إذا لقينا طفل، شو نسوي؟ شو نسوي؟ أنا أقول لك شو نسوي؟ إيه. أكيد الطفل اللي راح نلقاه، راح نلقى الطفل خايف. مرعوب يبكي مو صحيح؟ صحيح. احنا لازم شو نسوي؟ نهدئ الطفل. حلو. نهدئه ونشاقيه ونحاكيه باسلوب حلو. تمام. ثانيا زيوني ركز وياي. ايوه وياك. نسال الطفل اذا يقدر يحكي او يعرف يحكي، نقول له وين بيتكم؟ انت شو اسمك؟ بابا شو اسمه؟ ايش يشتغل بابا؟ مكانكم وين؟ مو صحيح؟ صحيح. ثالثا وهذه الاهم. تمام. مهمه لو مو مهمه؟ مهمه. أيوة. ثالثا شو نسوي؟ شو نسوي؟ ناخذ الطفل. أيه. نروح بالمكان اللي ضاع بيه الطفل. أوه. نبقى ندور عليه. وين؟ وين؟ بنفس المكان. عرفت؟ ايوه. ليش؟ لانه اكيد ماما وبابا راح يرجعون بنفس المكان اللي ضاع منهم يدورون عليه. تمام. زين يصير احنا هم يجون يدورون عليه، وانا اخذ الطفل راح ادور عليه بغير مكان؟ لا ما يصير. مو صحيح؟ صحيح. رابعا وهذه جدا جدا مهمه. تمام. اذا ما لقينا اهل الطفل. ايه؟ وين نروح؟ وين؟ اذا ما لقينا اهل الطفل نسلمه على اقرب نقطه الشرطه او اقرب رجل بوليس واقف مثلا بالمول او بالمنتزه، ولازم يكون بزي بوليس زي عسكري. مو صحيح؟ صحيح بابا. نوديه لاهله او نوديه لرجل الشرطه نسلمه نقول له عمو هذا الطفل احنا لقيناه. مو صحيح؟ صحيح. خامسا انا جدا فخور بيك. ايه؟ وفخور ببرنامجنا المميز. شكرا. وشكرا يا زيوني انه اخذت هذه المعلومات، وانتم ايضا هاي المعلومات جدا مهمة. نحصل على طفل نمشي بهاي الخطوات حتى ندليه على اهله. نعم. يلا زيوني شيل الصندوق. بابا ها بعد يوم احنا مو عندنا برنامج. اي خلي الموضوع ما نصل على هذا اللي صار اليوم. احسنت يا زيوني. أيوة. زيوني يقول اليوم الحلقة مميزة وحلقة عن فقدان الاطفال. تدري زيوني. نعم. اني مرة ضعت واهلي يدورون علي اسبوع واني نايم وين؟ جو الشرباية. كذب كذب الشاقة وياك. شيل الصندوق. نعم. إذن أصدقائي وأحبائي حلقة جديدة وحلقة مميزة اليوم من برنامجنا المميز صندوق شهاب. فاصل صغيروني ونرجع لكم أنا وزيوني. رجعنا وياكم ببرنامجنا المميز صندوق شهاب، وكل عام
وانتم والشعب العراقي بالف خير والصحه والعافيه لكم والبركه ان شاء الله يا رب. ونلتقي بصديقنا ونقول له كل عام وانت بخير. انت بالف خير. شلونك يا عزيزي؟ الحمد لله. شلون اجواء العيد وياك؟ الحمد لله بخير. زينه؟ الحمد لله. فرحان؟ اي. اخذت عيديه هواي؟ اي اخذت. اكيد؟ اكيد. وما تصرف من كلهن؟ لا. ها؟ يعني. يعني؟ زين. احكي لنا عن اجواء العيد عندك. سويت اول يوم من العيد؟ عايدت امي وابوي وعايدت اصدقائي سيف وحسن. وبعد؟ وعايدت اصدقائي كلهم وعمامي وخوالي. احسنت. تعرف اجواء العيد دائما تصير هوسه بالمنتزهات بالمولات واكثريه الاطفال يضيعون. صحيح. اذا عثرت على طفل ضايع شو تسوي له؟ اذا ماكو امه وابوه اوديه للشرطه. للشرطه او احسنت. نسلمه لمن؟ للشرطه. للشرطه. احسنت يا صديقي. زين هسه انت ويانا اليوم ببرنامج صندوق شهاب، عندنا سؤال لك، اذا جاوبت لك جائزه. خلاص ركز وياي. عندما يعود الحجاج من الحج شي يجيبون وياهم للبركه؟ تذكر فشي يجيبونه يا اما بدبات يا اما بقناني، فشي احنا نشربه للبركه. شنو هو؟ ماء زمزم. احسنت. ماء زمزم. احسنت يا صديقي. احكي لنا ايش تتمنى تصير من تكبر؟ اتمنى اصير دكتور مال عيون. يا سلام، طبيب عيون. ان شاء الله يا رب تصير دكتور مميز وتصير ان شاء الله اكبر دكتور وكنا نجي نعالج. زين شنو هو نوع من الخضروات يقوي العيون؟ شنو هو؟ الجزر. اسمعوا اصدقائي، الجزر، عفوا الجزر هو اللي يقوي البصر. زيوني. نعم. انطي جزرايه صديقنا. جزرايه؟ لا انطي هديه. هديه، روح جيب صديقنا هديه. وهاي احلى هديه طبعا مقدمه من قناه شهاب الفضائيه لصديقنا الغالي. شكرا. ويا رب ان شاء الله كل عام وانت بالف خير وصحه وعافيه. كل عام قناه شهاب بالف خير. شكرا يا عزيزي، وانت ايضا احد اصدقاء قناه شهاب الفضائيه. شكرا. شكرا، مع السلامه. اذا اصدقائي واحبائي مثل ما تشوفون صديقنا يريد يصير دكتور ويعالج العيون، وزيوني عنده اربع عيون. ليه؟ فاصل صغير. وني بابا تتذكر العيديه وين؟ العيديه راحت انصرفت. لا ما انصرفت، بس انت بقيتنا عيديه اليوم هم انطيك. شو تقول؟ اذا زيوني استحق اليوم لان تعب وراح دور على الطفل وسلم الاهله، مو؟ اي احلى عيديه زيوني اليوم. فاصل صغير وني ونرجع لكم. رجعنا لكم برنامجنا المميز صندوق شهاب، وكل عام وانتم بالف الف خير، واحبائنا واصدقائنا انتم بخير. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. شلونك يا صديقي؟ زين. احكي لنا الاسم الكريم. ياس احمد. ياس ياس بياس بياس زين متوسط. ما شاء الله، يعني يا صديقنا بجد زيوني ما شاء الله، تعبتوا ودرستوا ونجحتوا وهذه فرحة كل كبيرة. إيه؟ وهذا عيد بالنسبة للآباء أنه أولادنا وبناتنا ينجحون سنة بعد سنة. يلا يا صديقي احكي لي أجواء العيد شلونها عندك؟ حلوة الحمد لله. زينة؟ ايه زينة. عايدنا أقربائنا وهن. ايه على خلي مايك وقرب واحكي لنا يلا. ايه عايدنا أقربائنا وهن بالعيد الحمد لله. ايه حلو. زين انطوك عيدية؟ ايه كبيرة؟ ايه. هو ما صرفتها كلها؟ لا لا. المن تحب تهني بالعيد؟ اصدقائنا او اصدقائك اللي انت تحبهم. المن تهني؟ ابوي امي اخواني اقاربي. زين عندك اصدقاء وياك بالمدرسه؟ اي هواي. من امه؟ اكو مصطفى وحسين ومحمد هواي. اذا
انطي تهنئه لاصدقائك بهاي المناسبه على قناه شهاب الفضائيه. كل عام وانتم بخير. واصدقائك تهنيهم؟ ها؟ هني صديق فلان وهني صديق فلان، يلا. اهني كل عام وانت بخير محمد ومصطفى وحسين. احسنت، يا رب ان شاء الله ديم المحبه عليكم والصحه والعافيه لكم. ان شاء الله. يا صديقي ياس، انت ويانا ببرنامج صندوق شهاب. برنامج المفاجآت والأسئلة الحلوة. إذا فزت لك جائزة. خوش؟ لازم تركز ويانا. سؤالنا يقول، ركز. لماذا سمي عيد الأضحى المبارك؟ لأنه يقوم الناس بالتضحية. أحسنت يا صديقي. وزيوني نقول لصديقنا ألف مبروك، صديقنا ياس الوردة. يلا زيوني طلع الهدية من الصندوق، والهدية مفاجأة حلوة. جيبها يا زيوني. وهاي الهدية طبعا مقدمة من مول زيونة لأصدقائنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ألف مبروك. وهذا كارت هدية للألعاب. حتروح تلعب بالملاعب؟ ايه. عندك أخوة صغار؟ لا كلهم اكبر مننا صغير. انت الصغير؟ ايه. اذا هذا الكارت لك وحدك، راح تروح تلعب بيه. والف الف مبروك وتونس بالملاعب، وبعدين احنا نلحقك. يلا شكرا، وكل اصدقائنا نقول بكل عام وانتم بالف خير. كل عام وانتم بالف خير. ان شاء الله عيد مبارك. عيد مبارك عليك ان شاء الله، وعلى الامه الاسلاميه، والصحه والعافيه لك. باي باي. شكرا يا صديقي، هسه روح استمتع بالالعاب، مع السلامه. اذا اصدقائي واحبائي، مثل ما تشوفون اصدقائنا فرحانين ومتونسين ويانا ببرنامجنا المميز صندوق شهاب. فاصل صغيروني وراجعي لكم. جانا العيد. أصدقائي وأحبائي، رجعنا وياكم برنامجنا المميز صندوق شهاب، برنامج المحبة والسعادة. ونلتقي بصديقتنا، صديقة البرنامج، ونقولها كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. ألف خير. شكرا يا عزيزتي. شو تحبين تقولين الماما والبابا واصدقائك واقربائك؟ شو تقولين لهم بالعيد؟ كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. احكي لي، اليوم قعدت الصبح، ساعدتي ماما بالبيت؟ اي. زين، ايش سويتوا على مود اجواء العيد؟ سوينا كيك، سوينا حلويات، وبعد سوينا عصير. اي، هاي كلها باجواء العيد. اذا انا لازم اكل كيك واكل حلويات، مو زين يصير اني اكل كيك وحلويات هواي؟ لا. احسنتي، ليش؟ لاني راح تسمن. راح نسمن. احسنتي، كثرة الحلويات وكثرة المعجنات راح تخلينا نسمن وناكل اكل فوق طاقتنا. هل هذا صحيح ام خطأ؟ صحيح. احسنتي. هسه عندنا سؤال كلش حلو. انت ويانا برنامج صندوق شهاب، ركزي ويانا. العيد الكبير ايش كم يوم؟ 4 أيام. 4 أيام. أحسنتي يا صديقتنا، وألف مبروك، وفزتي ويانا بجائزة كلش حلوة. هسا نشوف الجائزة. ايش تتوقعين الجائزة شنية؟ نعم، ذكري. ألعاب. ألعاب. أحسنتي. هسا إذا أعطيناك كارت مال ألعاب، تلعبين بالألعاب؟ إيه. أنت ومنو؟ أنا ها؟ أنا والجهال. أنت والجهال، يعني هم أصغر منك صغار؟ لا. بعد؟ ولا كبيرة، واحد صغير. زين، أنت إيش كم أخت؟ إيش كم أخت عندك وإيش كم أخ؟ بس أخ واحد، ما عندي أخت. بس أخ واحد. راح تلعبي وياه في الملاعب؟ إيه.
احسنتي. اذا زيوني افتح الصندوق العجيب وطلع لنا الهدية العجيبة صديقتنا الحبابة. هذا الكارت مقدم من مول زيونة للألعاب. ألف مبروك فازت ويانا كارت مال الألعاب. رح نلعب أنا وياك أكيد. رح شكراً. نبقي زيوني هنا وروح أنا وياك. بس تقولي أقول لها راح أروح بشغلة ونرجع. يلا قولي لها زين قولي لها. وين؟ إيه هسا نجي هاك حبيبي زيوني. أصدقائي وأحبائي طبعاً راح نلعب لعبة صغيرونة ونرجع لكم. يلا. عليك عليك ليش؟ ليش شوفنا زيوني عليك كيف امشي 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 أصدقائي وأحبائي رجعنا وياكم اليوم حلقتنا المميزة حلقة العيد برنامج المميز صندوق شهاب. قبل كل شيء نقولكم كل عام وأنتم بألف ألف خير وصحة والعافية لكم. ونلتقي بصديقتنا مو بس وحدة، ثلاث صديقات عندنا وثلاثة خوات. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. عافية يا صديقتي. شو اسمك؟ ياقوت. صديقتنا اسمها ياقوت. ونقول لصديقتنا الصغيرة كل عام وانت بخير. عام وانت بخير. شو اسمك؟ يمان. يمان. صديقتنا اسمها يمان. ونجي على صديقتنا ونقولها كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. شو اسمك؟ زمرد. سمعتوا اصدقائي، ياقوت، زمرد، يمان، انتو خوات؟ ايه. زين هاتي رزمي. يلا احكي لنا شلونها اجواء العيد وياكم، حلوه؟ ايه. طلعتوا؟ ايه. زين انت اخوتهم الكبيره؟ ايه. تداريهم دائما وتحافظين عليهم؟ ايه. ومن تطلعين بمكان ويا ماما وبابا تلزمين حتى ما يضيعن؟ ايه. عافيه. اذا صديقتنا ياقوت، ياقوت هسه ايش نعطيكم هديه؟ شو تحبين هديه نعطيك؟ ما ادري. ما تدرين؟ لكن اني اقول لك قناه شهاب الفضائيه خصصت لك هديه بالعيد كلش حلوه. الهديه هي عباره عن كارت العاب مقدم من مول زيونه. افتح الصندوق العجيب وطلع لنا الكارت يا زيوني. طبعا هذا الكارت لكم ثلاثتكم. راح تاخذين خواتك وتلعبون بالملاعب وتحافظين عليهن وتلزمين زين مو؟ ايه. هذا الكار. عفو. قولوا القناة شهاب قولوا لها باي باي. يلا تلعبكم باي باي. يلا روحوا لعبوا بالملاعب. شكرا. يلا لزمي خواتك وروحوا. احسنتي عفي يا صديقتي المميزة. اذا اصدقائي واحبائي الفرحة بالعيد فرحة ما تتوصف. ودائما الزعلان من عندنا او احنا زعلانين من شخص احنا نبادر نروح نصالحه. ليش؟ لانه هذه بركه لنا وحسنات لنا. ما يصير احنا نعاند والزعلان هم يعاند، مو صحيح زيوني؟ صحيح. يعني الزعلان نروح نصالحه. تمام. ما يصير نبقى احنا متكبرين او نبقى مصرين انه احنا زعلانين، لا، لازم نروح ونسامح لانه العيد عيد المسامحه. تمام. مو؟ اذا اصدقائي واحبائي فاصل صغيروني وراجعي لكم اني وياي زيوني. Thank you.
ونلتقي بصديقنا اصغر متسابق ويانا ببرنامج صندوق شهاب. بابا بابا بدا بابا بابا صديقنا محمد علي ما يقبل يجاوب ولا يقبل يسولف ويانا. محمد شلونك؟ شلون صحتك؟ حمودي هاي الكاميرا حبيبي. حمودي احكي ويا الكاميرا يا صديقي. اذا حمودي ما يقبل وزعلان من عندنا. يلا حمودي اعطيني اياه المايك. جيبه حمودي. حمودي اعطيني المايك. حمودي مشلب المايك وما يقبل ينطي. انطيني المايك حمودي. وهذا المايك راح نعطيه صديقنا اخوك. نلتقي بصديقنا ونقول له كل عام وانت بالف خير. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير للشعب العراقي والجيش العراقي. ايه وللقناه مالتكم وشكرا للقناه. عافيه. وللوالد والوالده كل عام وانت بخير. لوالدتي والوالده. احسنت يا اصدقائنا. احسنت يا صديقي. كل عام وانت بالف خير والصحة والعافية لك يا رب. ان شاء الله يا رب يحفظ قواتنا الباسلة المجيدة ويحفظ ابطالنا ويحفظ رجال الشرطة وكل الاصناف يا رب. ان شاء الله يحفظهم ويحميهم وان شاء الله يا ربي يكون خيمة على هالبلد هذا العزيز. اذا صديقي ها صديقي هل صديقي بقى على عمه بقى على عمه زيوني هذا زيوني ما اعرف لكن اليوم صديقنا زعلان وما يقبل يباوع على احد. هلا دايس. اذا اصدقائي واحبائي نحب نتعرف. انت بيا صف؟ خامس. ما شاء الله نجحت للخامس دول السادس. خامس. نجح صديقنا للخامس. صديقنا انت ويانا ببرنامج صندوق شهاب وراح نسالك سؤال وتجاوب عليه. هناك عيدان، عيد صغير وعيد كبير، ماذا يسمى العيد الصغير؟ عيد الفطر المبارك. عيد الفطر المبارك زين. والعيد الكبير ماذا يسمى؟ عيد الاضحى. عيد الاضحى المبارك. احسنت يا صديقي. واحلى هديه زيوني رح تجيب لنا الهديه. وهذا صديقنا الحباب مفكر بدنا لاعب ويريد يروح يلعب. وهاي الهديه ناخذ منك اياها لك صديقنا. صديقنا طبعا الظاهر انه هو نايم وخله اروح اودي لاهله احتمال راح ينام وياخذ له غفه. يلا قول لاصدقائنا قول لهم باي باي. باي باي. انتوا ويانا اصدقائي ابقوا ويانا راح اروح نودي صديقنا ونرجع لكم. فاصل صغير وني وراجعين. أيامكم سعيدة 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 يا العيدكم عقيدة عقيدة عقيدة. أيامكم سعيدة وكل عام وأنتم بألف ألف خير ويا رب إن شاء الله الصحة والسعادة لكم يا أحبائي ويا رب إن شاء الله نشوفكم فرحانين وسعيدين ونلتقي بأصدقائنا المتسابقين الورود الحلوين. هلا شلونك؟ كل عام وأنت بخير. كل عام وانت بخير. وانت بخير عمو مهند شلونك؟ زين يلا قولي لهم قولي لهم باي باي. يلا باي 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 باي. يلا قولي 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 باي باي قولي لهم باي 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 باي. يلا كل عام وانت بخير. شلونك؟ زين؟ تحب ماما وبابا؟ يقول احبهم. تحب ماما وبابا؟ تحبهم؟ طبعا اتفقنا انا وياك راح نسوي مقلب ومشهد كوميدي انا وياك. تعال سر هيك تعال. تحب ماما وبابا؟ زين تحب عمو مهند وزيوني؟ لا ما تحبهم؟ ولا واحد من عندهم؟ تحبين عمو مهند؟ تحب عمو مهند؟
صديقتنا المميزة. زين، تحب الكرتون؟ احب الكرتون. إذن أصدقائي، تحبين الكرتون؟ تحب الكرتون زيوني؟ تحب الكرتون؟ روح جيب لهم 2 هدايا لأصدقائنا. يلا يا زيوني، روح نلعب أنا وياكم. ها؟ روح نلعب؟ تعي 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 يا أمورة. وينها؟ هاي الملاعب؟ هات هاي إلك وهاي إلك. إذن أصدقائي، صديقتنا تقول خل نروح نلعب بالملاعب ونرجع. روح نلعب؟ إيه يلا تعالوا ويانا، خل نروح نلعب بالملاعب الحلوة. يلا يا زيوني. أنت يا صديقي، شو اسمك؟ إبراهيم. يا صف إبراهيم، راح نجح للثالث. ما شاء الله، يعني شاطر؟ إيه. زين إبراهيم، احكي لنا شلون أجواء العيد عندك؟ حلوة. حلوة؟ أول واحد عايدته بالعيد من هو؟ أبوي وأمي. أحسنت، إيش قلت لهم؟ كل عام أنتم بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير، ويا رب إن شاء الله يحفظ لك ماما وبابا. زين، أريد نعرف أنطوك عيدية؟ اي كبيرة؟ اي انطوا عيدية كبيرة صديقنا، وهو ما صرفتها كلها. لا لا، احكي لي ايش تعرف هواية عندك؟ اكيد صارت العطلة الصيفية، لكن احنا مستمرين انه نطور نفسنا، ايش تعرف؟ هاي انجليزي، عربي؟ عربي. وبعد؟ كردي. كردي. كردي، يعني جوني باش مانقلبي مو؟ زين، ما معنى السمك بالكردي؟ سمك. لا، شو اسمه؟ ماس. ماس ماس. زين، بالانجليزي ما معنى سمك؟ فيش. فيش. ما معنى كلمة جولد فيش؟ سمك كبير. لا، السمك الذهبي. السمك الذهبي. أحسنت، يا رب إن شاء الله. المن تحب تهني من أصدقائك بالعيد؟ من هم؟ هاي أبويا. لا، هاي أصدقائي الحلوين. شو تقول له بالعيد؟ كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بألف خير، الصحة والعافية لك يا رب إن شاء الله، ويحفظك ويحميك الماما وبابا. يلا يا زيوني، روح جيب لنا الهدية صديقنا. وهاي الهدية طبعا مقدمة من قناة شهاب الفضائية لأصدقائنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ألف مبروك وتستاهل كل الخير. يلا باي باي أصدقائي وأحبائي، نتمنى اليوم استمتعتوا ويانا بحلقتنا المميزة برنامج صندوق شهاب، خصوصا أنه إحنا بأيام عيد الأضحى المبارك، عيد المحبة وعيد السعادة. مو صحيح زيوني؟ صحيح. فرحت اليوم؟ أي. واستفاديت طبعا من معلومة كلش حلوة. أكيد. أنه شلون نساعد أطفالنا الضايعين، ان شلون نوصلهم لاهلهم عن طريق ان ندور او نسلمهم لاقرب رجال الشرطه، مو صحيح؟ نعم. احسنت، يا رب ان شاء الله الصحه والعافيه لكم، وكل عام وانتم بالف خير، والشعب العراقي بالف خير، والامه الاسلاميه. اذا اصدقائي واحبائي، نقول لكم ان شاء الله نلتقيكم بحلقه جديده وحلقه مميزه من برنامجنا المميز صندوق شهاب، وكل عام وانتم بالف الف خير. وانتم ويانا ببرنامج صندوق شهاب اللي قدمه عمو مهند وزيوني الحباب. مع السلامه.